السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بجاوب لكم على الأسئلة اللي جات على قناة اليوتيوب خلال يوم أمس واليوم، فهيكون نسمي الفيديو النهاردة الأمراض الجنسية الانتقالية، لأن في بعض الأسئلة بتسأل عن طريقة العدوى، يعني هل ممكن ننتقل بالطريقة دي أو الطريقة دي أو كده. فموضوع حلقتنا النهاردة الأمراض الجنسية الانتقالية، ونبتدي بأول سؤال. الأول قبل ما ابتدي أحب أقول برضو صباح الخير للإخوة الحبايب اللي الدنيا عندهم صبح، وأقول مساء الخير للناس اللي الدنيا عندهم مساء أو ليل. أول سؤال واحد بيسأل بيقول: دكتور، التهاب البربخ يكون بسبب عدوى جنسية من الرجل، أو يعني سبب عدوى جنسية من راجل لراجل، من راجل لست أو ست الراجل، وممكن يكون نتيجة علاقات قديمة. التهابات البربخ من ضمن أسبابها ومن أشهرها هي العدوى الجنسية، ومن أشهرهم السيلان أو اللي هو سببه الجونورية أو الكلاميديا. ده يمثل أكتر من 90% من أسباب عدوى التهاب البربخ. ولو العدوى دي ما تعالجتش، يعني ممكن تيجي العدوى ويظهر على الواحد بعض الأعراض أو أعراض بسيطة وتروح لحالها الأعراض، لكن المرض نفسه ما يروحش، فممكن هذا المرض يسبب في النهاية التهاب البربخ المزمن والأعراض بتاعته اللي انتوا عارفينها. وطبعا في هذه الحالة لما الواحد يهمل بيبقى العلاج إلى حد ما صعب شوية. السؤال الثاني عن زيادة هرمون الحليب، يمكن دي واحدة ست بتقول: أشكرك جزيلا، لو سمحت، أن اللي عنده نقص البرولاكتين هل له تأثير على الحمل؟ هرمون البرولاكتين في الستات مهم عشان يتم عملية الحمل، فلو اللي عندها نقص في الهرمون هرمون البرولاكتين ممكن الحمل عندها يتأخر، لكن العلاج مش صعب. طبعا تروح لطبيب أو طبيبة أخصائي أمراض نساء وولادة، وهو يقدر يعوض هذا النقص أو يعالج هذا النقص، وبعد كده ترجع الست تحمل عادي. السؤال اللي بعد كده عن في فيديو عن الفشل الكلوي، ده بيقول: جزاك الله خيرا. طيب ماشي يا سيدي، متشكرين قوي، وجزاك الله أيضا خيرا. احنا بنشكر الناس اللي لما يعجبها الفيديو تعلق كده تعليق خفيف، لان ده ايا كان الواحد معروف او مشهور او دكتور كبير، اما حد بيقول له جزاك الله خيرا دي الجمله دي بتسعد الواحد. اي انسان في الدنيا لما تشكره على عمله بيسعده. وبرضه لو العمل ما عجبكش وعملت انتقاد كده لطيف ظريف او سؤال ظريف ما فيهوش ابتذال ما فيهوش اسفاف، برضه بيبسط الانسان لانه بيرشده ان في خطأ ما وبيصلحه. السؤال الثاني كان عن فيديو بتاع فيتامين بي 12 اللي انتوا شايفينه ده، اللي بيتكلم عن علامة في رجلك. الفيديو ده بصراحة اكتر معرفش ايه السبب، لكن هو اكتر فيديو واخد مشاهدات عندي، يمكن وصل لمليون ونص او 2 مليون، مش عارف مشاهد. يعني هل الناس مهتمية بيه ولا ايه؟ مع انه فيديو كده كان، انا فاكر لما عملته كان يعني قلت نعمل فيديو، كنت بدي ناس حقن وكده بيسألوني عن البي 12، فقلت اعمل فيديو عن البي 12. او واحد كان بيسألنا عن رجليه ووجع ووجدنا ان عنده نقص في البي 12، فقلت اعمل فيديو عنه. يعني جه كده بالمصادفة وسبحان الله، يعني واخد اكتر مشاهدات عندي. المهم السؤال بيقول ايه برضو: جزاك الله خيرا، شكرا، لو سمحت انا عايز اسأل عن ألم كعب الرجل، سببه ايه وايه العلاج؟ بداية العلاج يتوقف طبعا على السبب، العلاج هيتوقف على السبب، لكن أسباب وجع الرجل يا إما تكون نقص فيتامينات وخصوصا فيتامين بي 12، ففي مشكلة في الأعصاب الطرفية، والأعصاب الطرفية ديت بتؤدي إلى وجع وألم، زي برضو الناس اللي عندها سكر لما يحصل لهم التهاب في الأعصاب الطرفية تلاقي كعب رجليهم وصوابع القدم والقدم كلها بتؤلم ويبقى فيها نغز زي الإبر. دي حاجة.
الحاجة التانية ممكن يكون النقرس، مرض الجوت اللي هو بيبقى في زيادة عالية قوي في انتاج او في نسبة اليوريك اسيد في الدم، واليوريك اسيد ده بينتج ليه؟ بسبب في زيادة في مادة بروتين اسمها البيورينز. المادة دي زايدة في الجسم ولما بتتكسر بيطلع اليوريك اسيد فبيزيد في الجسم. فيا اما اليوريك اسيد الجسم بيطلعه بكمية كبيرة، وده اللي بيساعد على كده اكل البروتينات الحيوانية، او الجسم ما بيقدرش يتخلص منه، اللي بينتج ما بيتخلص منه فبيتراكم وبيترسب في المفاصل، واهم مفصل ايه؟ مفاصل القدم خصوصا صباع الرجل الكبير. فيبقى اذا اسباب النقرس يا اما انتاج كتير من اليوريك اسيد، او الجسم ما بيعرفش يتخلص منه بشكل طبيعي زي في امراض بعض امراض الكلى. وكمان الاسباب الاخرى ممكن يكون في التهاب في مفاصل، في مفصل الكعب، المفاصل بتاعه القدم، او ممكن يكون برضو في مشكله في عضلات القدم. فكل حاجه من دي ليها علاج. لكن لو احنا واحد كده شويه وجع في رجله وعايز الاول يجرب علاج وعايز يستخدم علاج هيفيد ايا كان السبب، اقل افاده انه هيقلل الوجع. لكن اخذ العلاج ده اللي انا اقوله ما يمنعش ان انت تتابع بعد كده لو الالم مثلا راح ورجع لك تاني، تتابع مع طبيب مختص. طبعا العلاج العام اللي بينفع في كل انواع الالم من هذا النوع ممكن حبوب الفولترين، لانها مسكن للالم وفي نفس الوقت مضاد للالتهابات. الشيء الثاني فيتامين B12، خد حقنه كل 3 ايام لمده كورس 3 حقن وتلاقي نتيجة بصفة عامة ايا كان السبب. السؤال اللي بعد كده عن طرق العدوى بفيروس الايدز. هو بصراحة اما نتكلم عن فيروس الايدز وطرق العدوى الكلام بينطبق على جميع الامراض تقريبا الجنسية. الجنس الفموي من كذا لمدة ثواني بتنقل المرض. احنا قلنا ان الجنس الفموي بينقل المرض ولكن بنسبة أقل من أنواع الجنس الأخرى، الممارسات الأخرى. أخطر الممارسات هو الجنس الشاذ اللي هو الشرجي، سيان ما بين راجل وراجل أو راجل وست. الشيء الثاني اللي بعديه الممارسة الطبيعية اللي هي المهبلية، والثالث الأقل انتقالا للعدوى هو الجنس الفموي. وتعريف الجنس هو استخدام عضو جنسي، يعني يا اما القضيب يا اما المهبل. اذا كان اشترك العضو الذكري او العضو الانثوي المهبل او القضيب في الممارسه فده اسمه جنس. عدم الاشتراك اي واحد منهم ده مش جنس، ماشي؟ يعني التقبيل بالشفايف مش جنس، الاحضان مش جنس، اي شيء. لكن طالما في مهبل او في قضيب اشترك في الممارسه يبقى ده جنس وينقل العدوى. نسبه انتقال العدوى بتختلف وما فيش قاعدة. ممكن واحد ربنا يعني والدته داعية عليه يعمل الشغلانة دي لمدة ثانية واحدة وتجيله العدوى، وممكن واحد ربنا كرمه وعايز يديله فرصة تانية وتالتة يمارس 10 مرات وما تجيلوش العدوى. فما فيش قاعدة يا اخوان. السؤال الثاني عن مرض السيلان بيقول ايه بقى؟ السلام عليكم يا دكتور، انا اعاني من السيلان، أعاني من السيلان مش عارف ايه اللي خارج متوقف. والله ما مش فاهم يعني ايه اللي خارج. يعني بصراحة من الملحوظات الغريبة جدا او ما عرفش ايه سببها ان في ضعف شديد جدا عند نسبة عالية من الناس في اللغة العربية. يا ترى ده راجع للإهمال والاستهتار اثناء الكتابة ولا راجع فعلا لجهل الكتابة؟ ده يعني مستوى اي واحد واخد الابتدائية، في ناس بتكتب بمستوى اقل من مستوى تلميذ في تانية ابتدائي او في اولى ابتدائي بصراحة. يعني المهم اخونا اللي بيعاني من السيلان ده ما عرفش هو يعني ايه، عايز ايه يعني؟ ما بيخفش ولا عايز علاج ولا عايز ايه؟ ولا بيقول لنا حدوتة ان هو عنده سيلان وخلاص. المهم انا جاوبته كتابة، اللي عنده سيلان لازم ياخد علاج تحت اشراف طبيب عشان يتحسن. تاني حاجة تحت فيديو طرق الاصابة بفيروس الايدز بالتفصيل. طبعا ده كان فيديو تقريبا عشان اتكلم بالتفصيل بقى عن الاصابة، بس الناس ده كان تقريبا بس مباشر فقعدوا يسألوني اسئلة ما ادونيش فرصة
اقول لهم الكلام اللي انا عايز اقوله. فهنا ده برضو بيسال نفس السؤال عن الجنس الفموي، وجاوبتك يا اخ علي. وبعدين هنا عن كسر القضيب، هل ممكن ان يحدث كسر العضو الذكري وما الاسباب؟ دكتور هلول شفتوا، هدي مثال من الواحد اللي يكتب السؤال وما يكلف خاطره انه يراجعه. هل لمس الافرازات المهبليه بالاصابع اليدين وهي مجروحه ينقل مرض الايدز؟ طرق العدوى بالامراض الجنسيه الانتقاليه جميعا، اي ممارسه اشترك فيها المهبل او القضيب ممكن تنقل العدوى. وبالتالي الاجابه هنا ممكن تنتقل العدوى، لكن الفرصه قليله. واحد تاني مش عارف بيقول كده جمله عرضيه ملهاش اهميه. اللي بعده التهاب البربخ والام الخصيه، ايه ضعف الظافر، ضعف الظافر وظهور نقط بيضاء. طيب يعني ضعف الاظافر، يعني ايه ضعف الاظافر؟ ما هو حتى لو قلنا اظافر ما اعرفش يعني ايه ضعف الاظافر. وبقع بيضه فين في الاظافر؟ ده عاده بتبقى نقص فيتامينات او معادن. غده البروستاتا ودورها، غده البروستاتا ودورها واهم الامراض التي تصيب. يعطيك العافيه دكتور. استعمال الواقي الذكري ينفي الاصابه. الواقي الذكري يقي من الاصابه بالامراض الجنسيه الانتقاليه بشرط انك انت تستخدمه بشكل صحيح. كيف نمنع حدوث الحمل نتيجه الجماع الخطأ؟ يعني زوجين اجتمعوا وكانت نسي تاخد الحبوب، او الراجل كان مسافر وجي فجأة، او اي حاجة من دي، فجماع غير مرتب ومش عايزين حمل، هل ممكن ياخدوا الحبوب؟ ففي واحدة قالت ايه، اخذت الحبوب بعد المعاشرة بساعة، اخذت حباية واحدة. طبعا سؤال يعني مبتور وليس له اي معنى، ما اعرفش هي عايزة تقول ايه. ممكن سؤالها ان هي خدت حباية هل يكفي؟ طبعا ما اعرفش يكفي ولا لا، لان يتوقف على نوع الحبوب. في نوع من الحبوب تاخدي حباية واحدة، وفي نوع من الحبوب محتاج تاخد 4 حبات تقريبا، يعني حسب نوع الحبوب وحسب كمية الايه الليفيبروجسترون اللي هي المادة الفعال. دكتور هلال اسألك بالله انك تجيبني، ده اخ من الموسوسين، عمل ما نسبة قطعية النتيجة بهذه بعد هذه المدة 35 يوم مع ان المحلول من كومبو؟ يعني نوع الكومبو، التحليل بتاع عمل الكومبو بعد 35 يوم. احنا قلنا غالي ان الكومبو مؤكد بعد 28 يوم. ده استقدام من الفلبين. واحد بيسأل، يا ريت الاخوة اللي بيسألوا عن الفلبين، انا صحيح عايش في الفلبين وكنت عامل قناة عن الفلبين وما لذلك، بس حاليا انا بقالي 10 سنين راجل عجوز يدوب بقضي شغلي كطبيب وما عنديش مجال اشوف الامور الاخرى، فمعلوماتي عن الفلبين اصبحت معلومات out of date. فعشان كده انا عامل لكم مجموعه على الفيسبوك اسمها ارافيل، وحطيت لاخونا ده الرابط بتاع ارافيل عشان تقدر تسال لو حبيت تسال. لون البول قد يشير انك تعاني من مرض خطير. طبعا الفيديو ده يا اخواننا مهم، يا ريت تشوفوه، لان انت وانت بتتبول بتشوف البول اذا كان لونه متغير عن الطبيعي، ده امر لازم يستوقفك ويخليك تروح تعمل تحليل بول تشوف ايه السبب. اذا كان سبب مش مرضي، نتيجة اكل، نتيجة حبوب بتاخدها، خلاص. السؤال بقى دوت، لو عندي دواء للخصية، ده في اجابة الاسئلة على التهاب البربخ والم الخصية. لو عندي دواء للخصية الدرجة التانية، هل احافظ على درجة حرارة الخصية ولا عادي البس اي حاجة؟ لا بص يا سيدي، بالنسبة لدواء للخصية مفيش توصيات بانك تحافظ على درجة حرارة الخصية. يعني تحافظ عليها ازاي؟ يعني مفيش حد اوصى بانك انت تحافظ على درجة حرارة الخصية، لان ده شيء هي ربنا سبحانه وتعالى حطتها في موضع اوتوماتيكالي بتحافظ على درجة حرارتها بانها بترتفع قريب من الجسم او تنخفض بعيد عن الجسم في الايام الحارة. لكن اللي مطلوب ان لو في دواء للخصية لو كانت مأثرة على الحيوان المنوي فبيتعمل لها عملية. لو مأثرة على الحيوان المنوي بحيث انه بيقول ان الانجاب قد لا يحدث، يبقى بتعمل عملية. اذا كانت دواء للخصية متضخمة جدا وكبيرة او بتسبب مشاكل، تعمل عملية. اما اذا كان في دواء للخصية ولا تسبب لك اي مشكلة لا في الانجاب ولا الام شديدة
ولا ضخمة جدا، يبقى مش عايزة اي تدخل منك. بس ده كل الايه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك، واشوفكم في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.